انا اسمي عمر طاهر سعد، طالب في تانية كهرباء هندسة عين شمس. البوست انا كنت بادئه في الاول لاصحابي على قد اللي اعرفهم او اللي يعرفوا اللي انا اعرفهم بس، وكنت عامل فريندز اونلي اصلا، ما كنتش فاتحه لحد غير كده، بس ناس صحابي قالوا لي افتحوا بابليك عشان عايزين نشيره. هنا بدات الشراره يعني. فبدا كذا حد يشير البوست ويمنشنوا بعض فيه. من هنا بدا كمان ناس تكتب كومنتات او تبعت لي تقول لي انا في ماده ثانيه ممكن اساعد، يعني انا كتبت عن الفيزيكس او الفيزياء، جه حد ثاني مثلا يقول على العربي. بدا الموضوع يتوسع ان يشمل تقريبا كل المواد بتاعه الثانويه العامه. الناس تفاعلت بطريقه رهيبه جدا، سواء اللي عايزين يساعدوا بالمئات او اللي عايزين يتساعدوا برضو بالمئات، او مدرسين مستعدين يعملوا حاجات فور فري، او سناتر تفتح لنا اماكنها ببلاش. هو عامه الطرق اللي هنساعد بيها الناس احنا ظبطناها ازاي، ان في فورم كده اللي عايز يتطوع بيملاها، هو بيختار فيها هيساعد ازاي. فعنده تقريبا 3 او 4 اوبشنز. اول حاجه ان هو يشات، يعني هيبعت له مساله مثلا فهو يرد عليه في الشاتنج يحلها له او يصورها له مثلا، او فويس نوتس او الكلام ده. ده ستايل للناس اللي هي مش عايزه تنزل ولا تتكلم ولا اي حاجه. ستايل تاني انت فيديو كولز او فويس كولز، حتى انت تتكلم مع الطالب تقعد تشرح له موضوع على التليفون. اخر ستايل ان هو انت تنزل بقى معاه، تقعد معاه سواء في اي مكان عام او كده. واحنا طبعا بننصحهم في الفورم نفسها ان انت ما تنزلش لحد لوحده مثلا، ما تنزلش مكان ما تعرفوش، ما تروحش بيت حد عشان برضو امان المتطوعين. يعني طبعا اللي انا قلته دلوقتي ده كله علشان السنه دي، يعني دفعه السنه دي، ان هو امتحاناتهم بدات. فانا ما ينفعش اقول له ثانيه واحده بقى ننزل نظبط حاجاتنا ونصور مثلا فيديوهات متفصله وفي جرافيكس ومش عارف ايه والكلام ده، مفيش وقت. لكن احنا اوريدي انا ليه بجمع داتا المتطوعين كلها ومجمعينهم على جروب عندنا؟ عشان بعد امتحانات الثانويه العامه ان شاء الله للدفعات الجايه كلها هنكمل بقى بالتفصيل. يعني عندنا موقع كده شغال، هنبدا بقى نحط عليه سيستم للدراسه، نحط فيديوهات شرح لكل الحاجات دي، نستعين بكل المتطوعين دول، سواء بقى اسئله مكتوبه، سواء حاجات محلوله، سواء فيديوهات شرح، سواء ايا كان، مساعدات حتى لايف شاتنج او كده، ان نتيح فرص كتير جدا خلال بقى السنه نفسها. فيبقى الطالب من اول السنه مش محتاج ان هو يستنى لاخر السنه في مراجعه زي دلوقتي اللي هو حصل، لا، في اول السنه نفسها هيلاقينا موجودين، وهنلاقيه بنشرح بالتوازي مع اللي هو بياخده في الدرس، هيلاقي احنا بنشرحه. هو طبعا انا مقدر ان في ناس ممكن تبقى متضايقه مني في حاجه زي كده كمدرسين يعني، بس اللي جالي حتى الان مدرسين حاجات كويسه، يعني ناس محترمه جدا بعتوا لي لا احنا مستعدين نعمل حصص فور فري اصلا. فقصه ان حد يتضايق او يزعل كده احنا ما بنعملش حاجه غلط، يعني هو اللي غلط. هو فعليا اللي بيغلي زياده جدا. الفكره طبعا ان يكون الوزاره معانا او تدعمنا، ده نتمناه بشده، ان هم معاهم اماكن ومعاهم تصاريح ومعاهم حاجات كتير جدا، معاهم شكل الامتحان، معاهم الجديد، التغيير في المناهج، الكلام ده. بلس ان كمان هيدونا ثقه، يعني لما انا اكون كطالب مثلا بشرح تطوعا والاهالي او الطالب نفسه يعرف ان انا مع الوزاره، ان الوزاره بتساعدني، فهو هيطمن لي. بعكس دلوقتي هيقول لك ايه، طب انت شرفك، طب ممكن المنهج مش عارف ايه، طب ممكن الدراسه ايه. لكن لو انا معايا الوزاره نفسها بتدعمني او بتديني الجديد، فانا خلاص لو حاجه اتغيرت في الامتحان انا هقول له الوزاره قالت لي خلاص. ما احنا محتاجين طبعا نطبع حاجات او نعمل ملازم كويسه، احنا هنعملها ببلاش، يعني هنظبطها ببلاش، لكن طباعتها فيها فلوس، فاحنا هنجيب منين؟ احنا كفايه جدا نزولنا اصلا وبندفع في النزول والكلام ده كله، فناقص بقى الدعم المادي او الاماكن او الحاجات اللي هي الباقيه. يعني محتاجين طبعا وزاره او ايا كان الحاجه يعني اللي تدعمنا، هيكون شيء جميل جدا.